اليو ان دي بي. طب ما وعدنا هون، وعدنا بهي القاعة أن الحكومة ستعيد النظر بمشروع اليو ان دي بي 14 مليار لعدد من المستشارين. اليو ان دي بي مثلا كان في موقف واضح أنه هذا هذا الملف اللي عم بيكبدنا 14 مليار سنويا من سنوات صاروا عقدين وأكثر من الزمن. المطلوب وضع حد نهائي له. رئيس الحكومة نحن قلنا له يا خي بدك لمستشارينك بالوزارة ليه بدك يتم عبر اليو ان دي بي حاطط مليارين وشوي أو لبقية الوزارات؟ ما في عنا كفاءات؟ شو الحجة؟ إنه ما في كفاءات بتقبل برواتب الدولة اللبنانية. يا أخوان، مع أهمية الجندي والدركي واللي مجند بالأمن العام حملت الشهادات الجامعية عم يقدموا على هالوظائف. طيب بالوقت اللي فيه 14 مليار لليو ان دي بي، طيب نبح قلبنا باللجنة للأساتذة المتعاقدين على الساعة. يا عمي هاو أساتذة جامعة، يا مثل ما بيقولوا يا أهل الله، هاو أساتذة جامعة إلن من 2015 ما قبضوا. بكيف بيعيش الواحد؟ حدا منكم بيعيش بلا راتب؟ 300 ساعة بياخد أو 250 ساعة بينطر آخر السنة ليقبض؟ قال ما في مصاري. يعني أوكي خلصنا، حلقتوا 20 سنة بملفات كتيرة، حطوا خطة كيف بدكم تغطوا هلأ؟ تعليقك.